أنا سالي جفال من الجزائر، مقيمة في بيروت، عندي 30 سنة، جيت لمصر وإن شاء الله أنا رح كون نجمة العرب. أنا هبة وحيد، عندي 19 سنة ومن مصر. أنا مبسوطة جدا إن أنا وصلت للمرحلة دي، ومتأكدة إن شاء الله إن أنا هكمل للآخر. أنا رودي سماحة من مصر، عندي 21 سنة، بحب التمثيل جدا والغنى والرسم. جيت النهارده عشان لازم افوز بنجمة العرب. الانفلوب كان فيها حاجه جو سي با ان جو، مفاجاه. قالوا لي تنوضي الصباح تروحي تحوصي على المشتركه اللي معك في البرنامج. يوم قبضت عليها حسيت ان في روح ما بيننا. اتفاجئت ان هي جزائريه، كنت فاهمه منها حاجه شويه، بعدين لقيتها بتتكلم مصري. رحنا انا ورودي عند المشتركه الثالثه المصريه، لقيت ظرف لسه يعني همسكه وافتحه، لقيت الباب بيخبط. طلعنا من الاوتيل انا ورودي وهبه، وبعدنا متعرفين على بعض، بس البنات كانوا كتير متحمسين، بدهم يورجوني كيف، يفرجوني البلد يا قديشها حلوه. عارفهم بقالي كتير، مع اني كنت لسه شايفاهم اليوم ده. سالي طيبه جدا جدا، يعني فظيعه في الطيبه بتاعتها. ورودي بتحب الجنان والفرفشه وتقعد ترقص مش عارفه ايه. قعدنا نرقص ونغني ونهزر كاننا اصحاب بقالنا سنين. يعني كان اهم حاجه ان احنا نعرف سالي على مصر ونوريها النيل بتاعنا بقى. ادينا بندردش ورانا كنا خيال تاني خالص، كنا مرتاحين قوي. ده فرق معايا كتير، لان حسيت ان بعد كده خلاص يعني فكيت. بالنسبه لي ان انا ابدا البرنامج بان انا اركب مركب في النيل، ده طاقه حلوه جدا لقدام. وانا مبسوطه جدا.